جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد إخواننا من إندونيسيا بعث يسأل ويقول: أنا أريد أن أتزوج من فتاة ولكن أهلي رفضوا وأبوا أن يوافقوا علما بأنها ذات خلق وإيمان، فهل علي إثم إذا ما تركتها أو كيف توجهونني إذا ما خالفت أهلي وتزوجتها؟ إذا كانت ذات خلق ودين وليس فيها ما يمنع شرعا زواجك منها فإنه يباح لك أن تتزوج منها، لكن إذا ترتب على ذلك سوء تفاهم مع أهلك اختلاف فإن الوفاق مطلوب والخلاف لا خير فيه، والنساء كثير ولله الحمد. فعليك إما أن تقنع أهلك بزواج هذه المرأة، وإما أن تلتمس غيرها مما لا يحصل بينك وبين أهلك نزاع في ذلك لما يترتب على النزاع من القطيعة ومن الآثار السيئة، فيخشى أن يؤثر ذلك على مستقبلك مع أهلك ومع أقاربك. نعم.